السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية عمسيلة لنقف على ماذا تقدم الأشغال بمشروع المستشفى الجامعي نتاع مدينة المسيلة. إذن نلاحظ أن الأشغال هذه تعرف وتيرة جد متسارعة، حيث أن المستشفى هذا ما عندش بزاف اللي يبدأ الأشغال به. إذن شيء جميل، وكذلك فيه يعني قرار بإنشاء مدرسة نتاع الطب وكلية تاع الطب بجامعة المسيلة لكي يتم تحويل هذا المستشفى إلى مستشفى جامعي، يعني بكل المواصفات المعمول بها إذن في هذا الميدان. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.